مرتقبة أمام نادي الزمالك، اتفضل. طبعا منذ يعني في البدايه اقدر اقول لك ان الكل هنا مساعد بشكل كبير جدا، تمام. في سبورت يعني سيطره كبيره جدا على فندق الاقامه. كابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما يكون متواجد في ابو ظبي، انت عارف، بينسق مع الكابتن سمير عدلي، معالي السفير، معالي القنصل، كل الامور دي بالفعل شفناها في فندق الاقامه. النادي الاهلي مفصول تام في دور تام، محدش بيقدر يطلع فوق، اي حد ما يقدرش يطلع فوق الجهاز الفني، وايضا كمان حتى يمكن المركز الاعلامي، واحنا امين قناه النادي الاهلي، بيبقى الموضوع يعني في كده لازم تعليمات من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وده امر رائع ومميز جدا، لان كل اللعيبه عندها هدف، الهدف هو العوده من هنا ان شاء الله بالسوبر رقم 12. عايز اكلمك يا امير على نقطتين مهمين جدا. في البدايه ملعب التدريب النهارده كان يمكن كل بعض المواقع او كل المواقع قالت ان الملعب هيكون سلطان بن زايد، انا باكد لك احنا متواجدين في ملعب الوحده الاماراتي، يمكن مجرد نادي الوحده الاماراتي عارف ان النادي الاهلي رايح ملعب سلطان بن زايد، وجهوا الدعوه مباشره وقالوا له احنا ملعب الوحده تحت امر النادي الاهلي، ملعب رائع ومميز وحاجه رائعه جدا. وبالفعل الاستاذ عبد الله سلم المدير التنفيذي كان ليا كمان يعني لقاء معاه، واكيد هيتعرض على شاشه قناه النادي الاهلي، الراجل بيشيد للنادي الاهلي وبيتمنى النادي الاهلي التوفيق، وقال كل جمهور النادي الاهلي اكنه في ملعب مختار السيتي، ودي روح كبيره جدا بين الشعب الاماراتي والمسؤولين الاماراتيين مع النادي الاهلي تحديدا. يمكن الاجواء هنا امير رائعه ومميزه جدا. نقطه كمان حابين نوضحها وهي المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي كان اعلن انه هيكون 2:15 بتوقيت الامارات، تاكد لك ان المؤتمر الصحفي هيكون الساعه 11 صباحا بتوقيت الامارات. تمام. اختلاف شويه في بعض الارقام طبعا يمكن نزل زي ما باكد لك في المواقع بالكامل، لكن يمكن المعلومات اللي احنا بنقولها من خلالك يا امير ومن خلال كمان في الميديا المعلومات الصحيحه، المؤتمر الصحفي هيكون 11 صباحا، والملعب اليوم الاولاني او اليوم الاول هيكون نادي الوحده، غدا ان شاء الله هو الملعب الرئيسي طبعا ملعب محمد بن زايد اللي هيكون تدريب النادي الاهلي الاساسي عليه في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت ابو ظبي. كل اللعيبه امير فنيا وطبيا جاهزه بشكل كبير جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ 5 دقائق في البدايه فقط لغير سمح لينا المركز الاعلامي يكون في بعض القصور، لكن تم الغلق تماما، اي حد موجود يعني مجرد غادر طبعا مباشره. في عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي متواجد خارج ملعب الوحده الاماراتي، الكل عايز يشوف النادي الاهلي، الكل بيحفز، يمكن سامعين صوتهم من داخل الملعب، اجواء حماسيه واجواء كبيره، ويمكن زي ما انت عارف جمهور النادي الاهلي تذاكر خلاص يمكن نفذت بالكامل، يعني هنشوف جمهور النادي الاهلي كامل العدد، ويمكن زي ما اكدت امس يمكن يتبقى 40% من جمهور نادي الزمالك، يتبقى 40% من التذاكر لجمهور نادي الزمالك، ويمكن اللي زود شويه امير يعني بيع التذاكر الخاصه بنادي الزمالك هو حصوله على بطوله اكتوبر، لكن انا باكد لك النادي الاهلي هيكون كامل العدد ان شاء الله في المباراه الخميس اللي ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الاستاذ خالد البرندلي يوم دور كبير جدا كرئيس البعثه مجلس الاداره، ان اكون متواجد بالعدد الكبير دي هي رساله، وجود الكابتن محمود الخطيب وتنسيقه التام والمستمر، يمكن الاستاذ خالد بيقول لي كل ربع ساعه كل نص ساعه بيحاول ان هو كابتن محمود يطمن على اللعيبه، الامور، الظروف، التحركات، التنقلات، كل الامور طبعا اللي بتوفر مناخ رائع وطيب بينعكس على اللعيبه. اللعيبه عايزه تكون في مناخ طيب ورائع عشان تقدر تادي في المستطيع الافضل ان شاء الله يا امير. باذن الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللعيبه، اللعيبه كلها مركزه، هدف واحد انت عارف في مصر هو هدف بطوله الدوري افريقيا وهدف البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله بطوله السوبر يكون هدف اداء ونتيجه ونقدر نسعد كل جمهور النادي الاهلي. المران شغال يا كريم لحد دلوقتي ولا خلاص انتهى؟ يمكن المران شغال يا امير حتى هذه اللحظه، يعني اقدر اقول لك اللحظه اللي احنا فيها دي يمكن مسترني فايلر قاسم مجموعتين، في مجموعه يمكن ضربات جزاء طبعا بيحاول ان هو يكون ببعض اللعيبه فيها طبعا، مش قادرين طبعا ان احنا نقول اي نوع من انواع اللعيبه اللي تمام طبعا او كده، لكن عايز اقول لك الكل جاهز، اي حد يكون متواجد في الفرقه من الحاله اللي احنا شايفينها امير ومن الحماس والجديه اللي احنا شايفينها هيكون يمكن هيأدي اداء اكثر من الاعداد اللي احنا بنتمناه وبنأمله من كل اللعيبه. مباراه قويه ومباراه صعبه، تركيزنا فقط يكون في المستطيل الافضل، وده اللي بياكد عليه ترني فايلر كابتن سيد عبد الحفيظ سواء في اجتماع اليوم او في الاحاديث المنفرده مع لعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول لك يعني 10 دقائق ان شاء الله ينتهي المران بالكامل، يبقى كده بتاع النادي الاهلي في اسلوبه الاول، عوده على طول على فندق الاقامه من العشاء مباشره، واخدين محاضره النهارده يعني عقب انتهاء وجبه العشاء فيها الامور التكتيكيه، التطبيق النهارده ايه اللي كان ناقص في التدريب، الامور الاعتياديه طبعا لمستر ني فايلر، وان شاء الله باذن الله يا امير كل اخبار كل حاجه تكون متواجده معاكم ان شاء الله على مدار الساعات القادمه، ومع كابتن اسلام الشاطر، مع محمد سعيد ايضا كمان زميلنا في الاهلي الليله ان شاء الله نحط كل جمهور النادي الاهلي في الاحداث وفي الاخبار الخاصه في ابو ظبي ان شاء الله باذن الله. عايز اطمن منك بس على جاهزيه رمضان صبحي.
يمكن طبعا رمضان صبحي يعني اقدر اقول لك هو شارك النهارده في جزء من التدريب يعني النهارده وفي بكره لسه كمان يعني لسه هيكون على رمضان، لكن هي رؤيه اكيد الجهاز الفني ورؤيه ايضا كمان الجهاز الطبي. رمضان مش عايزين نقول ان هو متواجد او مش متواجد، لما اطمن عليه بشكل كبير بكره ان شاء الله. احنا بس نطمن على الجاهزيه بس، حته متواجد او مش متواجد دي تخص الجهاز الفني طبعا. بالظبط بالظبط يعني اقدر اقول لك ان شاء الله رمضان يعني رمضان جاهز ان شاء الله للفتره اللي جايه يتم الدفع فيه باذن الله يكون متواجد على دكه الفداء، لكن ان شاء الله رمضان يكون اضافه في مباراه الخميس ان شاء الله وكل اللعيبه ان شاء الله تكون موفقه جميل يعني. باذن الله يا كريم. طيب اخيرا عايز اكلمك على جزئيه الجماهير، وانت بتقول نفاذ تذاكر جماهير النادي الاهلي بشكل كامل، وده بيعكس مدى الشعبيه الكبيره للنادي الاهلي في جميع انحاء الوطن العربي، لكن بالتاكيد عايز اتطرق معاك للاستقبال من جمهور النادي الاهلي لبعثه النادي الاهلي بشكل كامل سواء امبارح والنهارده، والتواصل ازاي مع البعثه. يمكن عايز اقول لك امير مجرد وصلنا للمطار طبعا ابو ظبي استقبال كان اكثر من رائع، يعني كل الجمهور اللي كان متواجد كبير جدا كان من الجمهور خارج المطار للتحفيز والهتافات والسوبر الاهلي، ده كان الهتاف الاوحد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ودي حاجه رائعه ومميزه جدا الجمهور النادي الاهلي لما يكون في خلف فريق وخارج كمان مصر، ده امر مهم جدا، فرحه امير في عين الجمهور وفي عين الجاليه يعني احنا بنشوفها وبنحسها طبعا. يعني انت عارف لما يكون النادي الاهلي متواجد في اي دوله عربيه وتحديدا الامارات بتكون منعكس على جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي متواجد فندق الاقامه بيحاول ان هو يكون متواجد، لكن انت عارف الامن بيفصل شويه وبيحاول ان هو يرجع الجمهور بعيدا عن الفندق، بيجي على ملعب الوحده بيكون جمهور النادي الاهلي ورانا، بتروح اي حته جمهور النادي الاهلي ورانا، وهي دي الميزه هي دي الدافع، وان شاء الله يعني تكون سر يعني تكون سر وتكون كلمه سر يعني زي ما بنقول شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل روح القناه الحمراء بين قوسين نقدر نقول جمهور النادي الاهلي ان شاء الله لا يكون كلمه سر في مباراه يوم الخميس ان شاء الله جميل يعني. باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثه النادي الاهلي في الامارات، ووضح لنا الصوره بشان امور كتير جدا بتخص رحله